يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتما كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق في هاتين الآيتين الكريمتين أبحاث أعرض لها إن شاء الله. أولاً أول بحث أن هذا الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وآله. الله عز وجل يأمر النبي يقول له قل أعوذ برب الفلق. طيب إذا كان الخطاب موجه للنبي يعني قل إحنا هاي الكلمة نجيبها إحنا مثلاً يقول لا رأساً نقدر نقول أعوذ برب الفلق لأن هذيك قل نداء مثل ما واحد يصيح إلى واحد يصيح له نداء خاص للنبي صلى الله عليه وآله. فشنو الداعي أن هذا النداء الخاص للنبي أن إحنا نجيبه؟ ما يعني مثل أفرض قل هو الله أحد مثلا نبدأ نقول هو الله أحد بدون قل زين. فهاي القل نحتاجها يعني لابد منها أو لا؟ المفسرين يجيبون والنبي صلى الله عليه وآله يجيب على هذا. النبي على ما يروى دخل عليه أبي سأله قال له يا رسول الله قال بلى قال له هذا نداء لك موجه خطاب لك احنا نحتاج ان نقول قل يو لا نقول اعوذ برب الفلق نستعيذ رأسا بدون قل. قال له إن الله عز وجل قال لي قل فأنا أقول قل يعني جميع شلون اللي إجاني من السماء هذا اللي إجا من السماء لا سبيل إلى حذفه أو تغييره قيل لي قل فأنا أقول قل عينا كما قيل لي أنا أثبت ما قيل لي. هاي نقطة. نقطة ثانية المفسرين يقولون لا يقولون هذا باب إذا فتحناه على القرآن الكريم راح ننتهي إلى نتائج مدمرة. إذا صار البناء يعني إحنا نحذف ونضيف إلى القرآن يعني نجي إلى دستور الأمة. إذا إجينا إلى دستور الأمة وخربنا يعني خربنا الأمة كلها نبالي يعني ما عدنا طريق أن نحذف نبقيها كما هي. ولما نبقيها كما هي نبقيها محافظة على القرآن. شو دخل أقرب لك المعنى؟ يعني مثلا الآن أنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ومن أوفى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ليش ومن أوفى بما عهد عليه؟ ليش مو عليه؟ المفروض أن تبع اللغة العربية تبع النحو. إذا نريد الآن نجريها على قواعد النحو هاي جار ومجرور الضمير مجرور والجار حرف الجر وهو على فلازم نقول ومن أوفى بما عهد عليه مو عليه. ليش عليه؟ لكن وردت هكذا لما وردت بالسماع هكذا قرأت من قبل الصحابة هكذا نبقيها كما هي. ما يمكن حتى ولو خالفت القاعدة النحوية نقول هاي خارجة
عن القاعدة لدليل خارجي. ليش؟ لأن إذا فتحنا باب التغيير بالقرآن يعني انتهينا إلى نتائج مثل ما قلت لك مدمرة، ما يشعنا إحنا، لأن ينفتح باب القول بالتحريف، وهذا لا شميل إليه أبدا، لأن فقهاء المسلمين يحطون إيديهم على ضمائرهم وما يقدر الواحد من عدهم يتصرف أقل تصرف بسيط في نصوص القرآن أبدا. نص القرآن يبقى كما هو. هاي نقطة. النقطة الأخرى أساسا المعوذتين، نبه لي، يعني هاي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، المعوذتين. إذني لما نرجع إلى روايات بعض المذاهب الإسلامية، أكو عندهم روايات أن هاتين السورتين ليستا من القرآن. شو تنبه لي؟ يعني هالسورتين، سورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس، اثنين هندني مو من القرآن. حين من الرواية تروى؟ يروها عن عبد الله بن مسعود ويروها عن عبد الله بن عباس، نبه. ويقولون أن عبد الله بن مسعود كان إذا جابوا له القرآن الكريم وشاف به المعوذتين يحكهما، يقول لا تدخلوا في القرآن ما ليس منه. إذني دعائين الله أمر النبي أن يتعوذ بهما ومو من القرآن، فعليه لا تضيفوهن إلى القرآن، وخروهن، كان يوخرهن. طيب من يروي هالرواية؟ يروي هالرواية جماعة منهم الشيوطي في تفسير الدر المنثور، زين، اللي يحب يقدر يشوفه، يروي هالرواية. ويجون يعقبون جماعة من المفسرين يعقبون على هالرواية. شي يعقبون؟ يعقبون بالنفي. يعني مثلا النووي في المهذب، ومثلا الفخر الرازي في تفسيره، ومثلا ابن حزم في المحلى. هذول يعقبون على هاي الرواية. لما يعقبون عليها شو يقولون؟ يقولون ما نقل عن عبد الله بن مسعود هذا باطل، ما يمكن، لأن بإجماع المسلمين إذني من القرآن، وهذا الدعوة دعوة باطلة، هاي الرواية ما تنقبل لأنها رواية باطلة. جن ينفوها ويبالغون بالنفي. من يجي يتبع الموضوع؟ يتبع الموضوع ابن حجر، اتبعه ابن حجر في كتابه، نعم، شنو هو فتح الباري في شرح صحيح البخاري. جن يجي ابن حجر يتبع هالرواية، يقول أن هذول اللي ينفون هاي الرواية متوهمين، وهذا بيش الدعاء كيفهم؟ شنو يعني؟ يعني شنو الرواية الصحيحة حنن فيها مشتهاية؟ لا، هذني السورتين ممكن أن يكون مو من القرآن، بيهن كلام، وإلى تأويل الموضوع، إلى تأويل، اللي يحب أيضا يقدر يشوفه المعنى هذا في فتح الباري في شرح صحيح البخاري. زين، احنا عندنا طبعا لا، هذا ما نقبل هذا الكلام ابدا. ليش؟ لان هاي الرواية نعتبرها رواية احاد، والقرآن الكريم، القرآن احنا ما نقبل الا ان يأتينا بالتواتر، يجينا عن طريق التواتر، وما من آية وصلت الينا الا عن طريق التواتر. تواتر يعني كل عصر من العصور بي جماعة كثيرة يستحيل اجتماعهم على الكذب، ينقلوا عن جماعة مثلهم من قبلهم، والقبلهم ينقلوا عن جماعة مثلهم، وهكذا إلى النبي بالتواتر. إذا إجانا بالتواتر طبعا نقبله، وإلا إذا إجتنا الرواية مو بالأخبار أحد، ما يمكن نعارض بها القرآن الكريم. أنا إيش أريد من وراء المقدمة أو من وراء البحث؟ أريد أشير إلى شيء، أقول يعني مو من الظلم والتعدي والتعسف والافتراء والكذب أن ينسب إلينا القول بتحريف القرآن. يعني إذا مسألة رواية، تفضل تعدكم هالروايات، بس شحكي لك أنا هاي رواية، حكي لك من جملة ألف رواية، مو روايات أكو.
عند المذاهب الإسلامية الأخرى. لكن هل المذاهب الإسلامية ترتب عليها أثر؟ لا. الرأي الشائد أن القرآن هو ما بين الدفتين، يعني هذا اللي موجود الآن هو كتاب الله عز وجل، ما بي زيادة ولا بي نقيصة. وأن الروايات اللي تجي وتقول أكو تحريف يوهم ظاهرها التحريف، هي تحمل على معنى. شنو المعنى؟ أن التحريف بالتفسير، يعني تحويل المعنى إلى تفسير آخر. شلون يعني تحريف بالتفسير؟ يعني التحريف بالتفسير يجي واحد إلى مضمون الآية، مضمون الآية يغيره، نفس المضمون بدل ما يحمله على معنى الصحيح يحمله على معنى آخر. شلون يعني؟ شلون مثل إيش يحمله على معنى الصحيح ويحمله على معنى آخر؟ يعني الآية تجي بمعنى من المعاني، واحد يجي يصرفها بلا استناد، وإنما بدافع الهوى، إنما بدافع التعصب. شلون يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الآية نزلت في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ليلة مبيته على فراش النبي، نزلت الآية. هذا التحريف اللي أقول لك عليه، تحريف من النوع. أما القرآن بزيادة أو نقيصة، لا، هذا لا يقوله. أي رواية تجينا من النوع نضرب بها عرض الجدار، هذا رأينا ورأي أساطين فقهائنا. وما ينكر أن كل أمة قد يكون أكو عندها رأي شاذ، بس هذا الشاذ لا يعمل به. إذا أكو عندنا رأي شاذ لا يعمل به هذا. فمع الأسف يعني هاللون من التصدي والإصرار، الإصرار على أن ينسب لأمة بكاملها بأنها تقول بتحريف القرآن، هذا طبعا هالتصدي عليه علامة استفهام. شنو وراء؟ شو تريد أنت لما المسلمين دي يقولوا لك إحنا هاي عقيدتنا، إحنا عقيدتنا ما عندنا القرآن ما بي زيادة أو نقيصة، ويومية أنت مكرر هالمعزوفة هاي، ما عندك شغل غيرها، يومية وجاي بيها. طيب فهمناك أن هذا يا أخي هذا رأي لا يعمل به. إذا كانت أكو روايات يوهم ظاهرها هالمعنى، تتبع شوف ما كتبه فقهاؤنا، ينفون هالمعنى تماما. والقرآن الكريم هو ما بين الدفتين، لا تحريف فيه أبدا. إذا كان لمجرد رواية، خد عندك ألف رواية، ليش أنت ما تنسب التحريف لنفسك نسبة للآخرين؟ فإذا على الكاتب المسلم أن يشعر بمسؤولية الكلمة ومسؤولية نسبة الرأي لأصحابه. لما أكو رأي يكون نسبة لأصحابه، يعني إذا أكو رأي نسبة صحيحة. أما أجي أفتري افتراء، أجي أدعي ادعاء أن أقول دول عندهم هالرأي، دول عندهم هالرأي. مثلا خليني أضرب لك مثل، يجي صحابي يقول روى فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يأتي في آخر الزمان قوم، أو يأتي قوم ينبجون بالرافضة، هؤلاء يرفضون الإسلام اقتلوهم. أولا دخل نجي إلى لفظ رافضة، هذا لفظ رافضة شو وقت إجا، شو وقت طلع، شو وقت اخترع؟ هم يدعون أن اخترع أيام زيد ابن علي بن الحسين، أيام زيد ابن علي بن الحسين يقول لما إجا إلى الكوفة عرض على أصحابه حب الشيخين أبي بكر وعمر، يقول فرفضوا فشموا الرافضة. طيب هذا في أيام زيد وين، وأيام النبي وين؟ مو الشكل، أيام زيد وين؟ نعم، وأيام النبي والله يا أبو أشياء ما خطير. عندنا فر التاريخ عجيب غريب ملخبط، يعني فر التاريخ أكو بي نمط من الفوضى والتهريج ما يبعث على الاحترام أبدا.
وهذا واحد أنا دائما أذكرها. زين هذا من هالنوع يا أخي أنت جاي تقول أن هذه اخترعت أيام زيد وجدت. وين أيام النبي عبر ثم اقتلوهم؟ هاي لهجة رسول الله يأمر بقتل المسلمين لمجرد حتى لو قدر يرفضون الإسلام. وين يرفضون الإسلام؟ طيب أكو عندنا واحد الآن يرفض الإسلام في فرق المسلمين؟ ماكو واحد يعني حتى اللي عنده شذوذ وعنده بدع ما في يزعم أن هاي البدع من الإسلام ما يجي يرفضها. طيب ياهو اللي يرفض الإسلام اللي يتمسكون به؟ الحسن والحسين يرفضون الإسلام؟ أنا جاي أتبع مبدأ الحسن والحسين، أنا جاي أتبع مبدأ عدل الكتاب، مو إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإن ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لا يفترقا حتى يرد علي الحوض. أنا هذا دربي، هذا اللي يلزم هالدرب هذا يرفض الإسلام في نظرك؟ هذا ما أقدر أشهمه، أكو حكي لكن ما يخدم وحدة المسلمين، ولا نقدر نحط أصابعنا على بعض الدنابل، لكنه ما نريد إحنا الواقع عن شيء لوحدة المسلمين أبدا. في واقع الأمر إذا ترجع إلى هاللون من التهافت والأقوال والافتراءات ما أكثرها، لكن لا، المسلم يترفع عن هذا اللون من المهاترات، مهمته أن يخدم وحدة أهل لا إله إلا الله. الإسلام ما جاء إلا للتوحيد، دين التوحيد. طيب خلينا نعود للآية. إذن الآية شو تقول له؟ تقول للنبي صلى الله عليه وآله قل، وعرفنا أن المعوذتين من القرآن، ولا سبيل إلى هذه الرواية، لا نقبلها بحال من الأحوال. طيب قل أعوذ برب الفلق. الفلق ما هو؟ الفلق برأيين، الرأي الأول أن يطلق على الخلق، كل الخلق يسمى فلق. ليش؟ لأن الله فلقه من العدم إلى الوجود، كأنه الخلق كانوا في كتم العدم على تعبير المفسرين. فعلا يعني الإنسان هذا اللي خلق من التراب، من كان بالتراب كان إلى هوية معينة معروف يعني؟ لا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما تراب، القابلية بالتراب، الله عز وجل طلعها إلى الشجر، إلى النبات، النبات أكله الإنسان، تحول إلى نطفة، النطفة تكون منها الجنين، وهو قبل أن يتم ما كان شيء مذكور أبدا، من كتم العدم أفاض عليه الوجود. يا من بدأ خلقي، نبه لي، الله عز وجل أفاض ابتداء عليه الوجود. إذا الفلق يعني عبارة عن الخلق، جميع ما خلق الله عز وجل، هذا جميع ما خلقه هذا يطلق عليه فلق، يعني رب المخلوقات، مثل ما يقول رب العالمين. طيب هذول كونهم وأفاض عليهم الوجود مرة، هذا نقول المراد هذا، قل أعوذ برب الفلق يعني برب الخلق بأجمعهم، ومرة لا يطلق الفلق ويراد من عنده شنو؟ الصباح، يعني إذا انبثقت، إذا انبثق الصباح من بعد الليل، إذا طلعت الشمس وتنفس الصبح، هذا هو الفلق، والمقصود هنا هو هذا المعنى الثاني. زين ليش الله عز وجل أمر النبي أن يتعوذ برب الفلق؟ لأن الفلق يخلص الإنسان من مظنة الشرور كما يقول المفسرون. شنو يعني مظنة الشرور؟ كأنه الليل كل القضايا اللي تنتهي إلى شر أغلبها، مو كلها، لا أغلبها، تصير بالليل. يعني كيف؟ يعني مثلا أغلب السرقات تقع شوكت ليلا، الشارق يريد يتستر عن أعين الناس، يطلع في قلب الظلام، يطلع بالليل يشرق، نبه.
هذا في واقع الأمر رايح يشرق متاع، لكن وحياتك أكو شراق، أكو حرامية أخطر من هذا اللي يطلع بالليل يشرق متاع. هذا منه اللي يجيك يشرق منك إنسانيتك ومودتك، النمام. هذا النمام اللي يجي إلى فلان يتملق من أجل مصلحة، يقول له أنا تدري فلان اليوم ذكرك بشو وأنا دافعت عنك، ويظهر هذا إلى قضية وياك، عنده شغل وياك، شبي ليش الشكل يحكي عليك؟ والحال هذا اللي يجيب لك الشحكي هو جاي يشتمك، مو ذاك جاي يشتمك. في الواقع هذا هو النمام، هذا شارق المودة من القلوب. ولذلك ذولا لهم عند الله عز وجل عذاب شديد، يعذب عذاب شديد، لأن هذا جاي يشرق شيء أهم من المتاع. متاع سهلة قضيته، خذ له ثوب، شرق له ثوب، شرق له شلعة، ممكن تعوض. لكن هذا إذا شرق المودة من القلوب، ايش راح يخلق؟ راح يخلق إحن وعداوة وبغضاء وشحناء. هذا يعبث بأخطر المقدسات. المفروض أن المودة والحب والعاطف أرادها الله لعباده، أراد الله عز وجل للعباد، للناس أن يأنس بعضهم بالبعض الآخر. فأرجع الليل تلقى الشارق غالبا يشرق شوكت بالليل، غالبا بعض الكائنات المضرة ما تطلع إلا بالليل، يعني تلقى بعض الحيوانات بعض المفترشات طلعتها تخاف النهار تخشى، فتطلع وين؟ تخرج ليلا، تخرج بالليل تفتك تتعدى. غالبا الليل في واقع الأمر أكو بي أحداث تحدث، وهذه الأحداث تنتهي إلى شر، يعني إلى ما يشوء، إلى ما يسبب الشوء أو إلى ما يسبب الشر. الليالي تلقى الليل أكو بي مثلا مؤامرة أو مكيدة يقعدون يحكوها بالليل، ولذلك العرب تقول في أمثالها هذا أمر دبر بليل. المقصود أن قعدوا حبكوه بالليل بالظلام، كأن الظلام مقابل النور، النور بالعكس، النور يفضي إلى الوضوح، يفضي إلى الانكشاف. الظلام غالبا يؤدي إلمن؟ يؤدي إلى مجتمع الانحلال، مجتمع السرقة، مجتمع القتل، مجتمع التعدي. ولذلك الله عز وجل جعل الليل للراحة، الإنسان يستجم به الراحة. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، تجعل هنا تكويني، الإنسان يلبس النوم يلبس الراحة، يهدأ يشتقر يستجم، يعوض ما فاته بالنهار اللي تلف من عنده بالنهار يعوضه بالليل للراحة حتى يستأنف مشيرته بالحياة صباحا. بينما النهار لا، للشعي للعمل للحركة للانتشار للوضوح. ولذلك أذكر حادثة يروها المؤرخين، حادثة شنو؟ الفضل ابن يحيى ابن خالد كان وزير الرشيد طبعا من وزرائه، وإلى مكانته تعرف البرامكة يعني لعبة ودور بالدولة العباسية، دور ضخم البرامكة لعبة. الفاضل كان يتماجن بالنهار، يتماجن في مجلسه عنده أشياء ما انحلال في مجلسه، قد يكون مجلس طرب، مجلس شراب، مجلس من هالنوع، منادمة بالنهار. كتب له أبوه، كتب له أبيات يوبخه، يقول له هذا عملك مو عمل نهار، هذا عمل ليل، خليه بالليل. انصب نهارا في طلاب العلا واصبر على فقد لقاء الحبيب، فإن بدا الليل على وجهه واغتمضت بالنوم عين الرقيب فبادر الليل،
بما تشتهي، فإنما الليل نهار الأريب ولذة الأحمق مكشوفة يشعى بها كل عدو رقيب. يقول لي أنت الليل بادره بما تشتهي، أما النهار حتى إذا الليل بدا قادما واكتحلت بالغمض عين الرقيب، ذاك الوقت إذا ناموا الليل، لأن الليل محل مال هالأعمال. بدي تأمل ايش تفتهم أنت من هذا اللون من التراث؟ يعني مو هذا عينا، هذا مفاد الآية بسم الله الرحمن الرحيم، يشتكون من الناس ولا يشتكون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذا كل اللي يهمه، عما أي شيء يهمه، يهمه يقول له تداري الناس لا تفتح عليك الألشن. أما الله ما عنده مشاحة عند هؤلاء أبدا، الله عز وجل ما إلى مشاحة عند هؤلاء. ما شو الفرق هذا هو إذا ارتكب معصية يرتكبها بالليل أو النهار على حد سواء، ما طول معصية هي معصية يعاقب عليها. لكن شوف ذولا ما معتنين بالله، ما يهمه، عناية بالله عز وجل ما أكو. وهي مصيبة، يعني واقعا الازدواجية من ألعن الأمراض التي تصاب بها المجتمعات. شنو هي؟ هي الازدواجية. يعني أكو واحد وحقك يريح أعصابك، تجي ليه يقول لك أنا منحرف، أنا أشرب خمرة، أنا منحرف، أنا أعمل هالعمل فلاني، أنا واضح. لكن هذا اللي يجيك لابس جلد شات وتحته قلب ذئب، هذا يجيك يخدعك باسم الوطنية، أو يخدعك باسم الدين، أو يخدعك باسم الأخلاق. نبه اللون ممن يلبسون لباس الإنسان وعدهم سلوك تماشيح. نعم، من هالنوع هذول من أخطر ما يكون على الأمة. هذول خطر على الأمة الواقع، خطر من أفدح أنواع الأخطار. فهذا يقول له فبادر الليل بما تشتهي، فإنما الليل نهار الهريب. بينما الإنسان المؤمن يتساوى ظاهره وباطنه، يعني واضح ذاك هو ايش عنده، تلقى طاهر خلاص، اكو واحد لا والله مو طاهر، مبين واضح مكشوف، هذا يريح اعصابك. لكن هذا المزدوج اللي عنده شخصية إلها ظاهر وإلها باطن، يتعب اعصابك ويتعب الاخلاق. نعم، يتعب الأخلاق. ولذلك الله عز وجل يفتح باب لهؤلاء المرائين، باب من العذاب الشديد. فأرجع للموضوع، شوف الفرق بين ليل هذا وبين الليل اللي رسم القرآن الكريم إلى الصالحين، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إذا جن عليه الليل تراه في قلب الليل ينقطع، تشوفه في قلب السحر متجه لمن؟ إلى بارئه، إلى ربه. ويقول هذا أبو الدرداء، يقول تبعت علي بن أبي طالب ليلة من الليالي، ليلة من الليالي تبعته أقبل، يقول وأنا من ورائه طلع إلى أن وصل إلى بعيلات النخل. بعيلات النخل شنو؟ يعني النخل اللي يشرب الماء بعروقه، ما يم ماء، ما يم نهر، ما يم ماء مثلا باهر، يشرب الماء بعروقه، يعني في المكان البعيد عن العمران، غالبا يصير في أطراف البلدة. يقول شفت راح بأطراف البلدة، وقف في قلب الظلام، وقفت أنا يقول استترت وراء نخلة، أدى شو شكو عنده في هالحالة. يقول رأيته استقبل القبلة ثم رفع رأسه إلى السماء، قال يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا، متى يستريح من نصب نفسك لغيره، أو من نصب نفسه لغيرك، ثم
اتجع. قال: أي رب، أولج قلبي في ميدان المطيعين لك، وضمنه فرح الإقبال عليك. ثم صف قدميه فلم يزل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا حتى أوشك عمود الفجر أن ينبلج. يقول قام تهيأ إلى صلاة الصبح، صلى صلاة الفجر، لما فرغ رفع رأسه قال: إلهي، قد انقشع الظلام ولم أقض من خدمتك وقرا ولا من مناجاتك صدرا. واستمر يقول في مناجاتها: ثم رأيته وضع رأسه سجد على التراب، وسمعته يقول: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله صدقا صدقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا. ولم يزل إلى أن رأيته انطائق سقط على الأرض، دنوت إليه رأيته كالخشبة اليابسة. يقول: رجعت رأسا إلى الدار، طرقت الدار، طلعت لي، خرجت إلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. قلت لها: يا بنت رسول الله، لقد رأيت علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا. قالت لي: هون عليك يا عم، هون عليك، هذه الغشية التي تعتريه كل ليلة من خيفة الله، هاي ليالية. ها، مش يقول، يقول لأحد الأدباء: أخذ ذكر، أخذ ذكر والمحراب، إن جن ليله وصنو القنا والسيف، إن طلع الفجر وفارس مضمار البيان، بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر، تزود منه كل عصر كما اشتهى، وما زال للدنيا بمزوده ذخر. ستلقاه حيا في الروائع كلها، وفي كل شفر من روائعه سطر. فإن قيل: هذا قبره، قلت: أربعوا، هذا الكيان الضخم يجمعه قبر، ولكنه باب إلى معطياته، يمد غناه من بساحته فقر. هكذا كان صنو السيف إن طلع الفجر، وصنو المحراب إن جن الليل. ورحم الله أبا فراس، شيقول في هذه في ميميت الرائعة، يقول: تنشى التلاوة في أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم، إذا تلوا آية غنى خطيبكم قف بالديار التي لم يعفها قدم. نعم، هكذا كان ليل المتقين، ليل الأبرار، ليل الصالحين. هذا الفرق، الفرق هذا الليل عند هؤلاء ما هو إلا نزول إلى الرغبات الخشيشة، والليل عند الأبرار والأتقياء عروج. وين عروج؟ إلى ملكوت الله عز وجل. تلقاه يقلب طرفه بالكواكب، يعرج بروحه. المحاريب الواقع تضم ماذا؟ تضم المحاريب أنماطا من رهبان الليل، إذا جن عليهم الليل عرجوا بأرواحهم. هذه ليالي الصالحين وليالي الطالحين، مثل ما ذكرت لك، مثل ما هي الصورة اللي يرسمها. أعود، إذن الآية تقول: قل أعوذ برب الفلق، بعد من شر ما خلق. نبه لي والله شوي لهالنقطة. أولا أول سؤال يجي يقول: ليش الله عز وجل يخلق الشر؟ ليش من شر ما، وليش يخلق للشر حتى بعدين يأمرنا بالتعوذ من عنده؟ أنا لا أخلق العقربة ولا أجي أدور لي إلى دواء إله، ليش أخلقها من الأول؟ هذا الواقع كلام يعني ما يشتقني. أكو بعض القضايا لابد من عدها. نبه، الله عز وجل عندما خلق كل كائن من الكائنات، ماكو كائن يتمحض للشر أو للخير، وإنما قابلية قابلية. ماكو واحد تقدر تقول هذا خير 100% وهذا شرير 100%، لا،
هذا ينولد صفحة بيضاء، يعطيك الكائنات كلها الله عز وجل خلقها صفحة بيضاء. الصفحة البيضاء ايش نكتب احنا بيها؟ ايش يكتب بيها الامور؟ ايش تكتب بها؟ ينكتب بها. انا اعطيك ورقة يمكن ان تكتب بها مكتوب، يمكن ان تلجم لك قلم، نعم تعبث ما تكتب، تشودها يجيب العبث، يمكن ان تكتب بها كلام طيب، يمكن ان تكتب بها كلام رديء. الانسان هكذا، الكائنات كلها قابلية، تولد قابلية، لكن ينبثق عنها الشر، الشر والخير تبعا علما لمصالح ترتبط بالكون. شلون تبعا لمصالح؟ يعني الله عز وجل عندما خلق النار بها حرارة، ما يجي واحد يقول ليش الله خلق النار بها حرارة؟ ليش خلقها تشوي؟ لا، هي المفروض أن النار لن يكون بها حرارة. ليش؟ لأن الحرارة تستخدم في ميدانها، ما تستخدم للكوي. يعني الآن شكين أنا أعطيك إياه، تقول ليش الله سوى شكين هاي الشيء؟ تقطع الأصابع؟ لا، تستعملها في مكانها ما تقطع أصابعك، إذا تستعملها في غير مكانها تقطع أصابعك، ما في شك. نبالي، كل ما خلق الله، الله عز وجل ما خلق إلا خير. الوجود خير، الوجود كله خير، ولكن هذا الخير توجه شنو؟ يوجهوا العباد إلى مناطق الشر ومناطق الخير. اشتقرب الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، نبه، لأنهم ظلموا، صرفوا الحياة من العدل إلى الظلم، توجه لهم الشر. الشر هو عبارة عن قابلية. هذا الإنسان فضل الآن، هذا الإنسان استثمره، وحقك أكو بشر إذا تستثمره يصعد إلى مستوى أرقى من مستوى الملائكة، إذا استثمرته هذا يصعد إلى مستويات. أكو فعلا الإنسانية أكو بها أشخاص، ذول الأشخاص وايا أكبر من الملك، لأن الملك مجرد عقل ما عنده غرائز. الإنسان عنده غرائز وعنده عقل، إذا تغلب على غرائزه وصار عقل وصار فكر وصار عطاء، صار يصعد يصعد ويبقى ملاجم للصعود. وبالعكس تلقى أكو بعض الناس والله ينزل إلى مستويات، يعني أكو بعض البشر تقول إذا شفته تترحم على إبليس، وتترحم على جميع المنحطين بالدنيا، وتترحم على جميع الشرور. تقول لهالدرجة توصل الطبيعة البشرية من الانحدار لهالدرجة؟ شيء غريب يعني. وحقك قد تلقى واحد يتحول إلى دنيا من الخير، واحد يتحول إلى بؤرة من الشر. كله هاي القابلية هنا موجودة، وهاي القابلية هنا موجودة. الشبقة معدنة تربيته، هالمعدن هالتربية اللي عنده تأخذ توجه إلى مضان الخير أو إلى مضان الشر، وإلا ما أكو واحد مولود هو محض شر، ولا واحد مولود هو محض خير. تعال أنت شلون تربي، شلون توجهها؟ تأمل أنت الآن، قاموا يعني العلماء قاموا بجملة من الطرق لإيضاح الفكرة. شلون يعني؟ يعني قاموا يأخذون توائم متماثلة، توم مرض ولد جيب توم، هذا التوم يأخذون واحد مثلا يربوه أفرض بإفريقيا، واحد يأخذوه يربوه أفرض في مكان من الأمكنة الحضارية اللي بيها جذور حضارية قديمة. طبعا تجي إلى نمط التفكير عند هذا تلقاه غير نمط التفكير عند هذا، هم اثنينهم من بطن وحدة واثنينهم من صلب واحد. هذا تربى بمكان تلقاه حاط كتاب يما مثلا دي يشرح له معادلة من المعادلات المهمة، أو نظرية علمية، أو نظرية أخلاقية، أو نظرية اقتصادية مثلا، أجواء علمية، أجواء تلقى بها علم، بها ترف، بها ارتفاع. تجي مثلا واحد من جماعتنا يقعد جاي يدهن بتفك، تشوك تشوف لواحد حتى ضربة شيلة،
قاعد مربيها الشكل ومربيها التربية، ما عنده غيرها التربية العوجة. وش سوي له يعني؟ يعني الله عز وجل مو ذنبه. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان، لقد خلقنا الإنسان. شو التفت إلى تعبير الآية؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، اعطيناكم إياه صفيحة بيضاء نظيفة، ثم رددناه. بس شلون رديناه؟ أسفل سافلين. ها؟ خذناه من عندكم ملوثيه، ها؟ مالئيه آلام، مالئيه قدر، مالئيه وشك. ثم رددناه أسفل سافلين. فالمسألة يعني الله تبارك وتعالى عندما خلق الكون خلق استعداد. هل الاستعداد هذا ينصرف للخير وينصرف للشر؟ هاي نقطة. إذن الآية شو تقولنا؟ نرجع للفرع الثاني. الفرع الثاني قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يعني هالمخلوقات اللي خلقها اللي بيها استعداد للخير والشر، أنا أسأل الله خيرها وأعوذ به من شرها. أمل أنا أسألك الخير وأعوذ بك من الشر، يعني الله لا يسلط علي الشر اللي عند هذا. هذا إذا واحد تحول إلى شر، أنا أعوذ بالله من شره، أعوذ بالله من اعتداءاته، أعوذ بالله من أن يصل. شو نقول إحنا؟ مو نقول اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، لأنه أكو نمط من الناس، وحقك أكو نمط من الناس يتلذذ بتعذيب الناس. نبه شادي هذا عنده، يعني شادي منحرف، يعني عند لذة إذا ذبح له واحد كأنما مارس لذة من لذائذه. نعم هذا موجود، النمط من الناس يلتذ بشفك الدماء، يعاين إلى الدماء. وإلا أرجوك يوم الأضحى، يوم عيد أضحى، زين الناس تريد تتقرب إلى الله، يوم الموقف، يوم الله، عيد الله الأكبر، يحيى ابن يعمر يقول لي الحجاج، يقول لي الناس شو يسوون اليوم؟ والله اليوم الناس يتقربون إلى الله بالضحايا، كل من أكو عنده يشتري له ضحية يضحي عن نفسه عن أهله. قال لي ما رأيك إذا أضحي لك بواحد يقول أن الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ يعني هذول جريمته أن يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله. هذا مو نكشة إنسانية أن تشوف فيها العصر بالقرن العشرين، تلقى قلم يجي يريد يمدح الحجاج ويريد يصوره أن فرد إنسان هذا ظلموه واعتدوا عليه. ش ظلموه واعتدوا عليه؟ هذا يمر يشوف الناس المعذبين، آلام المضطهدين، اللذع اللي أصاب أجساد هؤلاء من حرارة الشمس المسجونين، يمر عليهم بسجن، عنده سجن مكشوف لا يقي لا من الحر ولا من البرد. طلعوا من عنده 380,000 على أثر موته بمنطقة واحدة وهي واسط، طلعوا 380,000 بيها 120,000 امرأة. ويطلعهم على سجن الديماش، مر على الديماش وذول يصيحون الله الله أصلحك الله، القيود أكلت لحومنا ارحمنا، ما مسوين شيء. القيود أكلت لحومنا، يقولهم اخشأوا فيها ولا تكلموني. هذا مو لما يمر ذكره لازم نبشق على الدنيا كلها، مو نجي نمدحها بأقلامنا. وليش تروح بعيد؟ الآن أكو ناس أنجش من الحجاج 10 أضعاف. ومع ذلك الأقلام الرخيصة المرتجقة والأصوات النشاز يومية تمدح وتصفق، كأنه البشرية، ما البشرية يعني ما أعرف وضعها أو ترتيبها أو كيانها، أنها لازم يبقى بيها قدر ولازم يبقى بيها ألق من النور، كأن الدنيا لا تتمحض للخير أبدا. كون تلقى معسكر هنا فريق في الجنة
وفريق في الشعير. نبه، يعني شقد اكو فرق بين انسان يمر ويسمع انات المعذبين ويسمع آلام البائسين فيتلذذ وينظر الى الدم الحرام المشفوك امامه فينتشي، تعتريه لذة وهو ينظر الى الدماء تشيل. واحد لا ولا، يعني شوف الفرق، شوف الفرق الكبير اللي قد تلقى بعض العباد يتألم افرض ويتألم من تألمه. شلون؟ والله تنبه لي هالنقطة. واحد ابو ذر رضوان الله عليه يقول والله لو وضعني ربي جسرا على جهنم وامر الخلق ان يعبروا علي لما شكوت، لان اذا شكوت انا اقوم اكل بقلبي مثل ما اقول، يعني اتألم من شكواي. المفروض انا اني ارى ما يفرضه الله عز وجل علي هو محض الصواب ومحض الحكمة. زين، هذا الرجل اتأمل اللي بها اللون من العطاء، بها اللون من الإنسانية والتربية، هذا كان الرجل يمر فيأبى أن يشيء الإساءة البسيطة لمن ساهم في آلامه. نعم، أكو جماعة ساهموا في آلام أبي ذر لكن ما وقف منهم أبو ذر موقف، ما وقف منهم أبو ذر موقف يتنافى مع النعمة الإنسانية التي كانت تعتمل في داخله. هاي النفوس اللي يربيها الدين يخليها تستعرض حتى الألم في داخلها لئلا تؤلم الآخرين. اذب على روحها الألم بس لا يطلع من عندي، ما يمكن أنا أعتبره أن راح يألم الآخرين. هاي النفوس تصعد إلى مستويات. شو تتنبه؟ إني غفرت لظالمي ظلمي وشكرت ذاك له على علمي ورأيته أشدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي، رجعت إساءته إليه وإحساني فعاد مضاعف الجرم، ورجعت ذا أجر ومحمدة وغدا بكشف الوزر والإثم، ما زال يظلمني وأرحمه حتى بكيت له من الظلم. نبه، اللون العالي من التربية، هذا اللون اللي يربي الدين واللي تربي الأخلاق. بينما البعض لا، مثل ما قلت لك تلقى هذا قد يتلذذ بشفك الدماء. يا أخي، قد مثل واحد أضرب لك بسيط، قد لوحة من اللوحات اللي رسمت في تاريخنا، مر المنصور الدوانيقي، مر اكو طفل العبد الله ابن الحسن، ذولا اخذوا آل الحسن تقريبا 15-16 واحد حطوهم بالسجن، بسجن ابن هبيرة بالكوفة. ومر هذولا وين؟ يعني السجن تحت بالظلام بعمق الارض، طفلة وقفت تلقت موكبة قالت له ارحم كبيرا سجنه متهدم، ارحم كبيرا جسمه متهدم بالسجن بين سلاسل وقيود، ان عدت للرحم القريبة بيننا ما جدكم عن جدنا ببعيد. هذا رحمه، هذا عمره 75 سنة منحني، هذا عبد الله ويا المسجونين وهذا في قعر السجون ارحمه. لما سمع قولها قال هاي المن تريد؟ قالوا له هذه من اطفال عبد الله ابن الحسن، هذه جيت تسترحمك تستعطفك لعبد الله. قال ها، لقد اذكرتني، هذه ذكرتني بهذا، لقد اذكرتني هذا. وين حطي؟ قالوا له بالسجن، سجن ابن هبيره. قال لا، نزلوا للسجن الاثقل للمطبخ، للظلام اكثر بعد نزلوا. تنبه لي، شوفوا له فالسجن اشد. يعني هاي كانت تصور انا راح تحط اصبعها على موطن الرقه في نفسه
راح تحطها اصبعها على موطن الرحمة عند اذا عند موطن للرحمة. هذا يقولها لا لا، هذا انت ذكرتيني بي، خلي الان انزله الى قعر السجون. ارجوك شلون يعني النكسة، شلون الاستعداد للشر وشلون الاستعداد للخير. ها هذا اللي يصل الامر بالنفوس الى هذه الدرجة، الى هذه الدرجة من الضعة، الى هذه الدرجة من الحطة، تصل النفوس الى هذه المستويات. والا بربك اتأمل، صارت يوم الطف، صارت يوم الطف قضايا غريبة في بابها. تتأمل الحسين انقتل خلاص ما ظل بعد، أصحاب صرعوا على وجه الأرض، المعركة فاضت بالدماء وبالأشلاء. هذه اللحظات الحسين بآخر لحظة من لحظات حياته تهجم الخيل على المخيم، يتنبه لهم الحسين يقولهم يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، كونوا أحرارا في دنياكم، كنتوا ناس رجعوا إلى طباعكم إلى فطركم السليمة، كونوا أحرارا في دنياكم، ارجعوا إلى أحسابكم، كونوا عربا كما تزعمون، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح. شنو كانت؟ انكفأت عليه الخيل والرجال وقسم راحت إلى الخيمة. ها؟ اللي بالخيمة أوقدوا النار بالمخيم، والخيل والرجال اللي عادت إليه مرت على جسده الشريف. ولذلك ترى يميل البعض إلى أن الحسين وطأوه وهو حي في بعض الحالات، ها؟ مو يقول تطأ السنابك وجهه وجبينه والأرض ترجف تارة وتزعزع، ورأي لا والله أنه دول قسم عندما راحوا للخيمة وهيجوا هالعيال والأطفال، خلالك الحسين يقوم والله عبارة لبعض المؤرخين تبعثوا على اللوعة، يقول جعل ينوء برقبته، يعني يحرك رقبته يمينا وشمالا، جعل ينوء برقبته، يقوم ويقع، يقوم ويقع، يقول أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح، امنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي، لا تخلوني أشوف دمعة من دموع هذه النساء، امنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. وأخته تبعث بصوتها إليه، خويا الخيل جت وتعدت الحد وخيامنا ما بين حد، بمن بمن خويا القلب يضمد. وبالفعل بقيت على هالهيئة، مرت عليها ساعة مهمتها تشكت هذا الصبي، تركض وراءها الطفلة تهدئها، إلى أن جن عليها الليل، ما ظل عندها إلا خيمة واحدة جمعت بها العيال والأطفال أيتام الحسين، ووقفت على باب الخيم، خويا من بعد حسين من واي، من واي ظن انقطع وانقطع رجواي، اناديك ما يشجيلك انداي، ولا تسمع عذابي ونخواي، احمل ضيعتي بعدك ضعنا في يد الناس.
وما تنظر الفواطن بالأشر وستر الوجوه منها الأيادي. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شر الدنيا والآخرة، من اللهم على مرضانا بالعافية. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين.